رسالتي إلى زملائي جميعا في المنطقة العسكرية الثالثة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي أن يستمروا وأن يرابطوا وأن يصمدوا وأن يحسموا معارككم مع هذه الفئة الباغية، هذه فئة الضلال، فئة البغي، فئة العدوان، فئة القتل، الفئة الداعية إلى سفك دماء المسلمين. لذلك يعني المطلوب والرسالة من إخواني وزملائي في جميع جبهات القتال في الجيش الوطني في جميع ربوع في ربوع الوطن بأن يحسموا معركتهم مع هذه الفئة للوصول إلى يعني الأهداف الرئيسية وإلى حقن دماء المسلمين في هذا الوطن.